ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. حطي لايك للفيديو لو اول مره بتشوفيني، وكمان اعملي لي اشتراك وكومنت امر لو الفيديو عجبك عشان استمر في تنزيل الفيديو كل يوم او يوم ويوم. يعني حاليا بنزل لكم فيديو يوم او يوم لا، تمام؟ فعشان تشجعوني انزل لكم فيديو كل يوم اعملوا لي لايك واشتراك، تمام؟ بدات معاكم كده، كنت بلم شويه حاجات وخدت كده الشاحن، قلت احط التليفون على الشاحن لانه كان هيفصل. الكلام ده يا جماعه اول امبارح، اليوم برضو اللي كلمتكم فيه عن المطعم ده قبل كده، يعني ده من بيتزا كل يوم كلمتكم عنه قبل كده على تيك توك. اللي مش متابعني على تيك توك انستجرام وكواي بجد فايته كتير، اني بنزل هناك فيديوهات زي ما قلت لكم، سكين كير، هير كير، بودي كير، ريفيوهات، تريكس، حاجات كتيره جدا مش بنزلها ابدا على يوتيوب. فروحوا تابعوني هناك، هسيب لكم كل اللينكات في اول كومنت مثبت، تمام؟ عشان تشوفوا الحاجات هناك اول باول، تمام؟ امبارح بقى ده انا اول ما قمت شربت ميه، خلصت ازازه ميه يعني كانت صغنونه يعني حجمها اللي هو صغير، تمام؟ وعملت الفطار بتاعي، كان عيش بلدي واتنين بيضه ونص طماطم ميه، تمام، وكوبايه النسكافيه طبعا طبعا بتاعتي يعني بتاعت كل يوم. المهم يا جدعان، الشاحن بتاعي كان بايظ، مش بايظ اقول لكم، كان السلك بتاعه متفتح، خليت ماما تلفه لي كده باللاز عشان ده الشاحن الاصلي، يعني عمره كمان ما هيتعوض باي شاحن تاني حتى لو كان ايه ماركته كويسه. الشاحن الاصلي بيبقى اجمد حاجه بجد. الكريم ده من المجموعه اللي انا لسه جايباها اللي كلمتكم عنها، ممتين جنيه، دي جامده جدا. الكريم بتاعهم بجد بيستمر اكتر من 24 ساعه، بيعطر الجسم كويس جدا وبيسيبه مترطب ونضر، بجد بيخلي بشره الجسم رائع، من اجمل الكريمات اللي استخدمتها حقيقي لترطيب الجسم، خصوصا في الوقت الخريفي اللي احنا فيه ده، بنبقى محتاجين مرطب يرطب الجسم كويس جدا في نفس الوقت اللي هو لسه برضو الدنيا ايه مش ساقعه قوي، تمام. هنا بقى يا جدعان انا كنت خلصت الشريط ده بتاع الغده، كنت خلاص خلصت بوريكم ان انا خلصته كده، تمام. انا طبعا باخد كل يوم الجرعه بتاعتي، يعني مش باخر يوم، ما ينفعش ان انا اخر يوم. وطلعت كده الفيتامين بتاع شعري، الكبسول كده اللي هو بتاع الهير تونيك، وطلعت كمان الفيدروب، كنت باخد فيدروب، انا باخدها كل ما افتكر، يعني هي مش للاطفال بس، هي للكبار كمان، لاني مش بتعرض للشمس، مش بتعرض لفيتامين د خالص، فبحاول ان انا اخد 6 نقط، المفروض اخد اكتر من كده بس انا بكتفي بال6 نقط، ومش كل يوم كمان، لان انا يعني بحاول اكل اكل صحي على قد ما اقدر ويكون فيه كل العناصر الغذائيه اللي انا محتاجاها يعني، تمام. حطيت هنا 6 نقط كده في كوبايه الميه وشربتهم، طعمه يعني مش بيبان طالما انت بتاخديه في ميه، انما لو خدتيه مباشره طعمه بيبقى مميز وباين جدا، خصوصا يعني ان هو يعني دواء يعني، فطعمه بيبقى باين قوي. فانا بخلطه كده بالميه كويس عشان برضو يندمج مع الميه، وبعد كده بشربه هنا كده، كنت شربته خلاص، تمام. المهم عايزه اعمل لكم ريفيو عن السيرم بتاع روسكا ده، جامد جدا، انا خلصته لاخر قطره فيه، ما بقاش فيه ولا نقطه حرفيا، جامد جدا. لو لقيتوه هاتوه، سعره 90 جنيه، بس انا لما كنت جايباه كان سعره 55 جنيه، بس هو جامد جدا، انا خلصته وقعد معايا على فكره فتره طويله قوي قوي قوي، لان انت مش بتحتاجي غير نقطه صغيره منه، طلعت بقى ستوك بداله. هو السيروبايب هير سيروم، انا استخدمت السبراي بتاعه بس انا يعني مجربتش السيروم بتاعه ولا مره، فدي هتبقى اول مره اجرب السيروم بتاع سيروبايب، وانا بحب دايما اجرب الحاجات الجديده، ما بحبش ان انا مثلا افضل استخدم في نفس الحاجه واللي يخلص اشتري هو، لا، بحاول ان انا على قد ما اقدر اشتري منتجات جديده عشان اكلمكم عنها واعمل لكم ريفيوهات عنها، وطبعا كل الكلام ده بيبقى موجود تيك توك انستجرام كواي يعني، تمام. المهم كنت هنا بعمل قرفه، حطيت بقى نص معلقه قرفه وكوبايه لبن والسكر بتاعي، وبدات ان انا اغليهم على النار. هنا صفيتها لاني بحب اصفي القرفه، مش بحب ان انا اشربها والبودره تبان في بقي، لان انا مش من محبي القرفه يعني، انا بشربها كده، تمام. هنا بقى يا جماعه كنت اتعشيت بليله، المفروض ان انا اكلت المكتيفيز ده اصلا قبل ما اكل البليله، بس انا صورت لكم المقطع ده بعديه، كان الورقه فاضيه اساسا بس، او تقريبا حطيت المقطع يعني اتلخبط وكده، تمام. المهم بقى ايه، كل الكلام ده كان امبارح. النهارده الصبح بقى كنت بعمل الفطار، فكنت بعمل لاختي كمان العيش ده يا جماعه بتاع اللي هو البيك ده، تمام، ريتش بيك، اللي هو العيش اللي بتبان القصير ده، تمام. كنت بعمل فطار لنفسي فعملت لها، هوريكوا دلوقتي الساندويتش ميكر اتصلح للي كان بيسأل وكده، صلحناه يا جماعه، كان لعب مسلك زي ما وريتكم واتصلح يعني. المهم ان ده كان الفطار كده، عملت لنفسي واحده يا جماعه، كان جبنه كيري، تمام.
وبعد كده بقى بدأت اخد الفيتامين بتاع شعري بتاع الهير تونيك، وبدأت اخد كمان الحبوب دي التانية، دي اسمها كرامبري، دي بتاعت الصديد. تمام يا جماعة، اللي في ايدي ده كان طماطم، ها اللي في ضفري ده كان طماطم عشان تكونوا عارفين، بس عشان الناس اللي بتقعد تسأل ايه ده ومش ايه ده. تمام، المهم خدتهم كده وشربت مية والدنيا ايه كانت تمام يعني. المهم بقى ايه، الفيديو ده كنت حاطاه كده على تيك توك جامد جدا بجد، روح اتفرجوا عليه يعني وشوف انا كاتبة عليه قوي بجد، هتموتوا من الضحك حرفيا. دي زابيلا ودي ميرائيل. تمام، المهم يا جدعان كده قلت ان انا ايه اروح اسخن مية وكده عشان خاطر استحمى وكده، طبعا اخد شاور، هوريكم الشاور بجد اللي انا بستخدمه الايام دي جامد جدا، ريحته كلها كاندي يا جماعه ومصاصات ومستيكه، بجد من اجمد الشاور جيل اللي انا استخدمته، مش هقول لكم الفتره اللي فاتت، هقول لكم في حياتي حرفيا. المهم ان انا النهارده بقى نسيت اخد الدواء في الميعاد المحدد يعني اللي باخده الصبح، فاخدته عادي طول النهار، اول مره اخده في الوقت المتاخر ده. المهم ما تكونيش اكله قبله ب3 ساعات ولا بعده تاكلي بساعه، فاهمين قصدي؟ هنا بقى كانت ايزابيلا المفروض يعني نامت وكده، بس صحيت بعديها ب10 دقايق يعني ما لحقتش عادي يعني. تمام، هما كده يعني في السن ده. المهم هنا بقى كنت بحط ميه للعصافير، كانت الميه بتاعتهم خلصت، فانا ايه كنت بحطها، هي لازم تتثبت كده يعني، هما عارفين مكان الميه، لاننا حاولنا نحطها قبل كده في العلب بتاعت الاكل ما مرضوش يعني. تمام، المهم هنا بقى كنت بحضر الغدا، طلعت كده الكاتشب والمايونيز. تمام، بصوا يا جماعه هينزل، عملت الكاتشب الكبير ده وعملت برضو مايونيز الحجم الكبير ده، وحطيتهم بقى في الساندوتش ميكر برجر وكده، وحطيت جبن بقى، جبنه شيدر وجبنه مثلثات، كاتشب مايونيز، وحطيت طماطم، حطيتهم في الساندوتش ميكر، فطلعوا كده دول كانوا بطعم رونا اللي هو الكايزر. تمام، انما انا طبعا ما عملتش في الكايزر عشان كده هتبقى سعرات حراريه كبيره قوي، فمرضتش بقى، قلت عشان اكل من غير بقى ما احس بتأنيب الضمير وكده، فعملتهم في العيش الاسمر ده من ريتش بيك، السعرات بتاعته قليله جدا، في نفس الوقت هاكل وانا مرتاحه بقى، مش بقى خايفه بقى ان انا اكلت توست ومش عارفه ايه، اكلت كايزر وبتاع، لا كنت اكلت التوست وحاجه صحيه في نفس الوقت ما فيهاش كالوريز كتير. تمام، هنا بقى يا جدعان انا كنت بكلمكم في حاجه يعني، كنت عايزه اكلمكم في حاجه وكده، عايزه اقول لكم اشتروا كل اللي نفسكم فيهم، ما تخلوش في نفسكم حاجه يعني في ناس تقعد تقول لي كده انا ما اشتريش، لا انا ما اعملش، انا هحوش. طب بتحوشوا ليه يعني؟ لا اشتري كل اللي نفسك فيه، ولو عايزه حاجه مثلا مبلغها عالي تقدري ان انت تحوشي وتفضلي تشيلي، المهم ان انت تجيبي الحاجه اللي انت نفسك فيها في الاخر، وما تفضليش بقى ايه تقولي لا انا هحافظ على الفلوس ومش عارفه ايه. يا جماعه احنا ممكن نموت في اي وقت، يا جماعه تحافظي على الفلوس ازاي يعني؟ انا مش فاهمه يعني. فبص بقول لكم كان التليفون خلاص بيفصل يعني. تمام، هنا بقى كنت بوريكم الحزام ده جامد جدا يا جماعه بجد، ده بيليق على اي حاجه يعني. تمام، ده اللي مش بتاعي، بتاع اختي، كان قدامي فقلت اوريه لكم، كنا جايبينه من المنشيه من زنقه الستات. تمام، بس كده حلوين، اعملوا لي لايك وكومنت واشتراك لو اول مره تشوفوه.